فاستغلالا لمعلومات مؤكدة حول نشاط أفراد الشبكات وتتبع وترصد تحركاتهم، تم توقيف بعضهم، وبعد استصدار إذن بالتفتيش لعدة مساكن وكذا إذن بتمديد الاختصاص أقول لإحدى الولايات المجاورة، تم توقيف باقي أفراد الشبكات لتسفر العمليات النوعية عن حز ما مجموعه 115 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج، 850 ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وكذا 690 وحدة على شكل حقل صيدلانية، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره بالعملة الوطنية 450 مليون سنتيم، وبالعملة الصعبة قدره 310 يورو، مع حجز 12 سيارة كانت تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم، مع توقيف 11 شخص. تم تحرير إجراء قضائي ضد جميع المشتبه فيهم، سيحالون بموجبه إلى العدالة.